اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، وخليها سمك النهارده، وبنعيد الحلقه باذن الله تعالى يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره عشان حضراتكم بتحبوا تاكلوا اكله سمك يوم الجمعه. النهارده مع بعض السمك بتاعنا غير تقليدي، واحنا عارفين طبعا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله يوم السبت هيبقى طبعا معانا منيو كامل ومعانا مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى. النهارده حابب طبعا ان احنا نعمل اكله سمك حلوه كده. عندنا سمكه قاروص عايز اعملها بالشمر، مشويه لطيفه وحلوه، ويبقى الشمر هو مسيطر على الانسجه بتاعه السمكه. هنشوف هنخليها مع بعض ازاي ونشويها ونشيل الراس والزعانف نستفيد بيهم مع شويه شوربه، لان عندي شوربه جميله النهارده، شوربه بلح البحر. بلح البحر ده في السوق انواع، في جندفلي، في عرايس، في بلح البحر. انا جايب بلح بحر النهارده، شكله لطيف وحلو. ده انا بحب قطعه اللحمه اللي جوه دي، ممكن ندخله مع طبق مكرونه يبقى لطيف. انا هعملها شوربه النهارده مع الكرفس والكريمه اللباني، الاطفال هيحبوها. معانا كاليماريا النهارده هعملها سلطه، سلطه الكاليماري بزيت الزيتون مع فلفل الوان كده لطيفه وحلوه، والكاليماري ازاي تستوي وتخش على طبق السلطه. عدل الاكله دي يا عم الشيف شويه عصير حلوين، عصير الليمون بالنعناع، ممكن كوبايه شاي في الخمسينه، ولكن لازم يكون معايا طبق رز على السفره. الرز النهارده مش رز صياديه، رز بالشبت والطماطم، حاجه لطيفه جميله. واحنا عارفين الرز المصري لما بندعمه بشبت بطماطم ببصله حلوه بيبقى له طعم مميز جدا، وخاصه مع اكله سمك. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، معلومه غير معلومه، بما ان اكله السمك اكله اساسيه عندنا، ممكن ناكلها مره في الاسبوع في المناسبات، بنصرف عليها بس خلينا نستغل الفرصه ونعملها بتكنيك عالي وخبره طهويه. هنروح فاصل صغير او تروحوا بعيد، تابعوني. بصلايه ناعمه، زيت زيتون، رز مصري اتغسل اتصفى نعم يا غالي. يلا شوف المقادير، رز زي الفل. نشيل ده من هنا، نوسع لنفسنا كده، ناخد الحبتين الكاليماري الحلوين دول نخليهم على جنب، ونشيل البلانشه دي. اللهم صل على النبي. اهو عايز اعمل سلطه الكاليماري من الكاليماري ده كده، هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم. بيخشها فلفل الوان، ونشيل كل حاجه من هنا بقى. يلا الرز بتاعي جاهز، بفلفله كده مع البصله مع مكعب زبده كمان زي الفل. معانا شبت اهو، ده الرز بالشبت الحلو ده كده، ومعانا طماطم. هناخد الشبت ده نفرمه دلوقتي بالسكينه. اللهم صل على النبي. طب العطار او الفكهاني او بتاع الخضار عنده شبت من ده يا شيف؟ موجود، انا لقيته جبته. ما لقيتيش ده جيب الصغير نفس الطعم. قطعيه كده، ده مع الرز ما اقولكيش، بس شبت بس، ما تحطيش بقى خضره تانية عشان ما تقلبش ليه لرز محشي، خلي بالك. شبت مع طماطم وبس. زي الفل. والشبت على فكره مفيد جدا، بيعطر المعده، قيمته الغذائيه عاليه جدا. معانا طماطم، طماطم اللهم صل على النبي. زي الفل، نقلب كل ده مع بعضه. خلص الايه الرز. احلى من الرز الصياديه، نجرب ونشوف. شايف الجو ده كده؟ ايه اللي انت عملته ده يا شيف؟ تاني فاكريه الحله اللي حطيت فيها راس السمكه وديل السمكه وخياشيم السمكه وكل زعانف السمكه بالشكل ده كده؟ اهي انا بستفيد، هو ده المطبخ. اخليها على جنب تاني وازودها شويه ميه، لان عايز الميه بتاعتها. عندك ميه بتغلي حطي فيها ميه. لسه تديني كمان على فكره. دي المفروض تغلي على النار لمده ساعه. خلي بالك دي طالما عندك في المطبخ، مطبخك مميز. خليها تغلي كده بالمصفى الحلوه اللي معانا دي كده. ونشوف الرز اخباره ايه، نظبط ميته، لان في خضره وفي طماطم، فهنا نسبه الميه قليله. بس اشوفه بيغلي باثر عليه الميه على طول. الله، هتسيبي السمك وتسيبي الجندفلي وتاكل الرز ده كده، لانه في سمك، في شوربه السمكه. يلا نقلبه بس كده. والمثل الشعبي يقول لك ايه يا عم الشيف؟ اتقل على الرز لما يستوي، خاصه لو رز ايه مخدوم عليه ومتوصى عليه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ الرز على النار، احنا مقصرين عليه النار، وعامل شوربه بلح البحر، وعامل شويه رز تسلم ايدك يا مغازي بالطماطم والشمر او بالشبت. شايفين الرزه؟ اهي الرز المصري الجميل حلو ده. الله. سفره كامله مكمله فيها كل حاجه، سي فود، كربوهيدرات، نشويات، وغير تقليديه. سمكه الأرز دايما نعملها بالبطاطس، انا بحبها تعمل سنجاري، تعمل مشوي، تعمل مقلي زي الفل. تمام، الرز كمان خلص، عود رزماري حلو كده يزين السفره بتاعتي بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. السفره ناقصها حاجه يا فاروق، بالله عليك ناقصها ايه؟ صوره حلوه بجد، مش ناقصها اي حاجه. هما شويه الرز، عدل السفره موجودين، الشوربه بتاعتنا موجوده، طبق السلطه كمان موجود. ايا كانت السفره بتاعتك لازم يكون متواجد عليها طبق السلطه الخضراء بتاعتنا، عشان السلطه هي عنوان السفره وهي اللي بتجمل السفره وهي اللي بتكمل السفره. وما تنسوش طبعا كمان سلطه الكاليماري الحلوه دي، اللطيفه الحلوه، خاصه للي عامل هيلسي واللي عايز يعمل دايت وملوش في الزبده اللي في الرز ولا اللي في السمك. مطبخنا النهارده اكله سمك، ولما بنقول اكل السمك بيبقى لها فكر تاني ولها رؤيه تاني وبتتعمل بابداع، عشان بنعيد الحلقه يوم الجمعه، ده اللي تعودتوه دايما من الشيف المغازي على القناه الاولى. ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى انتظروا مننا المفاجآت في الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.